انا يهمني الموضوع هذا حيل، يمكن برجع بنفس السؤال اتكلم فيه. قاعد الاحظ التسور الجديده ما فيها اي مشاكل، الجار ما له حتى سواء طق مطر لين الجسر الجديد او الجار الجديد ما في اي مشاكل. ليش الجار اللي ترممونه تصير عليه هذه المشكله اللي عليه الترميم؟ مو نفس الماده اللي تستخدمونها انت حق الجسر نفس الماده اللي تستخدم حق الجار احنا العادي؟ احنا حاليا خل اقول لك ان اعمال اصلاح وصيانه الطرق السريعه اللي هي تندرج تحت اختصاص الهيئه العامه للطرق والنقل البري، وايضا صيانه الطرق الداخليه تتبع قطاع هندسه الصيانه بوزاره الاشغال العامه. احنا من يوم ما بدينا في خطه اصلاح الطرق وضعنا خطه مدروسه حقيقه. هذه الخطه تم اعتمادها من نهايه يناير 2019. حلو. بنيناها هذه على عده محاور ارتكزت على محاور رئيسيه تضمنت اولا التركيز على المواد الاوليه المستخدمه، نوع وجوده الصلبوخ المستخدم. نعم. اضافه ماده البوليمر المحسن لتماسك الخلطة وقوتها ومتانتها لتعرضها للأحمال المرورية أو المتزايدة مستقبلا أو الثقيلة. أيضا ركزنا على اعتماد المواصفات هذه الخلطة الجوب ميكس ديزاين أن تكون وفق المواصفات العالمية المستخدمة، إما بطريقة السوبر بيف أو المارش المحسن بإضافة البوليمر. هذه أشياء كلها مواصفات أخذناها بالاعتبار. أيضا تم التركيز على ضبط وتوثيق ورقابة الجودة، وهذا جدا مهم. ممتاز. اليوم إذا ما في رقابة، إذا ما في ضبط جودة، قد تفقد الخلطة نوع من قوتها ومتانتها. حلو. أيضا ركزنا على تأهيل المصانع التي تنتج هذه الخلطات، قمنا بتحليل عمل تحليل فجوات لها، تدارك كل المشاكل اللي تجعل هذه المصانع غير قادرة على إنتاج الخلطات الأسفلتية وفق الستاندر أو المواصفات المطلوبة. أيضا قمنا وأهلنا المختبرات، اليوم لازم تكون المختبرات مؤهلة معتمدة عالميا وفق متطلبات ايزو 17025. وأيضا قمنا نأهل المعدات والأجهزة بحيث تكون قادرة على إجراء كافة الفحوصات المطلوبة اللازمة للخطة الأسفلتية. أيضا قمنا بمتابعة أعمال تنفيذ فرش الأسفلت بما تتطلبه الجودة والكفاءة المطلوبة من خلال إنشاء فريق تفتيش ورقابة وضبط جودة، أيضا عبارة عن مجموعة من الكوادر الوطنية الكويتية يتابعون الأعمال، يتابعون هذه الأعمال من خط الإنتاج من ساعة السيارة تطلع من المصنع. يتم التدقيق على كافة المعدات والآلات بالخلطة نفسها إلى أن توصل، وقياس درجة الحرارة إلى أن توصل إلى موقع الفرش. أيضا يتم متابعة أعمال تنفيذ فرش الأسفلت بحيث تكون وفق الستاندرد أو المواصفات المطلوبة، ورفع تقارير دورية وملاحظات فنية. زين، مع هذا الاهتمام ما شاء الله وهذا التدقيق، كم نسبة الجاهزية أو متى تكون يعني جاهزة؟ احنا بصراحة قاعد نسابق الزمن والوقت. ايش كثر الحين نسبة الانجاز نقدر نقول؟ تقريبا يعني تضاعفت نسبة الانجاز بما يعادل وصلنا الى نقول 70% من البرنامج المقرر. يعني اليوم ما كنا نحسب حسابه خلال 5 إلى 6 شهور نقوم بعملية الفرش، اليوم قمنا نخلصه في مدة شهر، نغطي فيه مساحة. معدل فرش المسطح اليومي كانت 6000 متر مربع، اليوم وصلنا إلى 21000 متر مربع باليوم. فيعني هذا يدل أن عملية معدلات الإنتاج في تسارع بما يعادل 5 إلى 6 أضعاف معدل الفرش أو المسطح.